مين هاي حسن سهران؟ استشهد يوم 3 فبراير في وسط انتهى التحرير في رصاصة جد. أم الشهيد كانت قاعدة بتتابع الفضائيات، كانت بتتفرج على أخبار يومها، سمعت إن في 2 مصابين وشهداء، قلقت من جواها، اتصلت بالشهيد ما ردش مرة واتنين ما ردش، قالت مش سامع الموبايل. شوية جالها مكالمة من رقم. بيعمل ايه؟ بيعمل رقم مين؟ هي أول سمعت الرقم فرحت، طمنت على ابنها. أول ما ردت سألوها ده رقم مين؟ قالت رقم ابني. قالوها احنا قبل القصر العيني. ابنك مات. ابنك مات. كل ده عشاننا احنا يا جماعة. الأم اللي اتكسرت ديت علشاننا احنا. الشهداء دي كلهم علشاننا احنا. الأم طبعا سمعت الخبر وجالها انهيار عصبي. وهي بتتعالج لحد دلوقتي في المستشفى. سليمان صابر. سليمان صابر أب لثلاث أولاد. ثلاث أطفال. كل اللي عمله إنه طالب بحقوقهم. طالب بحقوقهم وحقوقنا. عنده جمال 8 سنين. محمد 4 سنين. وسندس 3 سنين. وزوجته حامل. تقدروا تقولي لما صوتوا بجدوا تسألنا ماما فين؟ هنقول لها ايه؟ هنقول لها ايه في اللي حصل لنا ونقول لها مات علشان دوت؟ مات علشان الناس دي تتكلم؟ هنقول ايه غير كده؟ مش عايزين نضيع حقوق، مش عايزين نسكت تاني ابدا. ما الذي يجعل الموت احيانا بهذا الامر؟ تخلص يا عم انت. تعدل يا شادي، تعدل يا شادي. الشهداء أكبرون من أحلام.
مش متوقع يا جدعان.